دراسة حديثة حذرت من ضرر استخدام الأطفال للهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية على زيادة وزنهم، خاصة في حال انعدام النشاط البدني كما حصل في فترة الحجر، حيث اشتكى العديد من الأهالي من زيادة أوزان أطفالهم. طبعا بتعتبر سمنة الطفولة مقلقة جدا، لأن الوزن الزائد بيضع الطفل على بداية طريق المشاكل الصحية، من السكري إلى ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، والقائمة طبعا تطول للأسف. كما يمكن أن تؤدي أيضا البدانة في هذه المرحلة لإصابة الطفل بمشاعر سلبية جدا، مثل الإحباط وعدم تقدير الذات. تفصيل أكثر معك يا رؤى. أكيد يا باسل، يعني حتى ممكن نتكلم أكثر عن هذه المشكلات اللي طبعا تواجه الأطفال في فترة الحجر المنزلي. حتكون أبرز مشكلة هي كثرة الأكل وقلة الحركة. هذا الوضع إذا استمر شهر أو اثنين أو ثلاثة إلا ما يصاب الطفل بزيادة مفرطة في الوزن. لكن السؤال هنا، كيف ممكن نحمي أطفالنا من زيادة الوزن؟ نبدأ بالروتين، وهو المطلوب لحماية الطفل، سواء كان هذا الروتين في ساعات النوم أو حتى في مواعيد تناول الطعام. يدعو الأطباء إلى الحرص على تثبيت مواعيد الوجبات بقدر الإمكان ليساعد على تقليل الشعور بالقلق والتوتر. ثانياً راح نتكلم عن النشاط الحركي. بالرغم أنه البقاء في المنزل يعيق النشاط الحركي بطبيعة الحال خصوصاً عند الأطفال، إلا أن هناك الكثير من الخيارات داخل المنزل. يعني مثلاً بإمكانها ممارسة سباق القفز، أو إذا كان لديك أجهزة رياضية في المنزل يمكن أو تقدر تسمح لهم أنهم هم يستخدموها ويشاركوك فيها. كما أن للتمارين عبر الإنترنت دور في حماية الأطفال من السمنة، بالرغم أنه إننا بالعادة نشتكي من قضاء أطفالنا لوقت طويل أمام شاشة التلفزيون، إلا أننا أيضا نقدر أنه إحنا نستغل هذا الوقت لصالحهم. فهناك مجموعة من القنوات أو الصفحات المتخصصة في تقديم الأنشطة الرياضية الممتعة. كون قدوة لطفلك. فالأطفال اللي يعيشوا بين أفراد أسرة يمارسوا عادات صحية يكتسبوا بطبيعة الحال نفس هذه العادات الصحية، لكن لا يمكنك أن تصحح لهم عاداتهم الصحية أو الغذائية وتديهم بدائل تكون صحية وإنت بطبيعة الحال بتشرب مشروبات غازية مثلا. وأخيرا، لا تقلل أو لا تقول لطفلك أن وزنه زايد، أو لا تعلق على مظهره بشكل سلبي. يكفي أنك تقول له أنه علينا الاهتمام بصحتنا وعلينا نتناول طعام صحي ونمارس الرياضة وما إلى ذلك يا باسل.